هم قرابة 50 عائلة من البدو الرحل، جمعهم الولي الصالح سيدي منير. قرية في عمق صحراء تندوف ودعت زمن الخيام، سكنت البيوت وتنعم اليوم بالماء والكهرباء. كاين الماء وكاين الضوء ومتمنين الخير، مازال يجينا الحمد لله. احنا بوتفليقة رانا لقينا معاه الخير ولقينا معاه الهنا ولقينا معاه السلامة، والحمد لله على النهار جفم. احمد مولانا هذه مدة 15 عام صالحة مخير ياك سمعت، ونطلب من مولانا الله يعين، وعارف ان بعد من وراه ما نقدر نشوف وراه سكيف. قافلة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، ورغم مشقة المسير حطت رحالها بالقرية، فوجدت أهلها على قلب رجل واحد وفاء للرئيس والأب والمجاهد. أنا غادي واش كان جاي لغادي بوتفليقة، وعليكم قد هاك وقد هاك، ويحيى بوتفليقة، يحيى 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 بوتفليقة. بوتفليقة ما رينا السلم ولا رينا العافية ولا رينا عيشة حلوة ما هو النهار اللي قبض. وبوتفليقة معاه من جنب إلى جنب، نحيا ومعاه نموت معاه، حتى إلى مات مولي ننتخبوه أنتم ونقولوا لا مع بوتفليقة. اللي عدنا احنا بوتفليقة مزازات وما قدوا قال نحسبوها ما قدوا، ذاك اللي عدنا من شي صالح وذاك اللي جبرنا فيه مساعد اللي قبض الحكم ما قدوا نحسبوه. أهل منير اللي في الغارية واللي برا واللي كامل لا مع بوتفليقة، الله ينجحه إن شاء الله لنا والمسلمين، والله يغلبوا على من عداه. حاسي منير، عائلات مرابطة في التخوم كأول خط يحمي الحدود الجزائرية، قلوبهم مشبعة بالوطنية وهمهم المضي قدما سندا لعبد العزيز بوتفليقة. Bye.